السلام عليكم البنات، السلام لكل متتبعي القناه، مرحبا بكم في القناه ديالكم. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الخبز ديال التورتيلا اولا الخبز ديال التاكوس. كيف كتشوفوا اليوم ان شاء الله هنايا عندي معلقه صغيره ديال خميره الحلوه، وهنا معلقه معمرج ديال الملحه. بالنسبه للدقيق الابيض عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض، وبالنسبه للفينو درت منه تقريبا واحد نص كاس، ما درتش بزاف. وعندي ربع كاس، فايت الربع ديال الكاس شويه ديال الزيت، زيت المائده. وعندي الحليب غادي نعجن به ان شاء الله. نبداو على بركه الله. كتشوفوا هنا خاصني نخلط هاد النواشف كامله، غادي تخلط مزيان الخميره والملحه وهاد الدقيق اللي عندي ديال الفينو مع الدقيق الابيض، كلشي غادي تخلط هكا مزيان. غادي ندير الزيت، وغادي ندير الحليب، صافي. غادي نستمر ان شاء الله على هذه الطريقه، نجمعها ونرجع معكم ان شاء الله. وكيف كتشوفوا هنايا العجينه ديالتنا هذا هو القوام ديالها، يعني ما قاصحاش، ما رطباش بزاف وما قاصحاش. غادي ناخذها هكا، وغادي نحاول نقطعها ونحاول اين نقطع متساويه باش ندير باكويرات صغار. صافي نجمعهم هكا كيف كتشوفوا الكويرات اللي عندنا. هذه شويه جات كبيره على حسب القياس ديال المقله اللي عندكم فاش غطيبوا. صافي هكا مزيانه، صافي. وغادي نستمر على هذه الطريقه هذه في هذه الكويرات كاملين، نقادهم وديك الساعه عاد باش ان شاء الله ندوز، باش غادي ان شاء الله نسرحها وغادي ان شاء الله نطيبوها. كيف كتشوفوا معايا من بعد هنا ما حصلت على هاد الكرات كاملين، شحال درت من كرات 3 6 9 10 11 كره اللي جاتني. غادي ناخذ واحد الطاطو هكا نرشوا بشويه ديال الدقيق الابيض، وغادي نحاول نستفي هاد الكرات. صافي غادي نخليهم على هذا الشكل، هذا غادي نغطيهم بالسلوفان اولا سميتو اولا شي بلاستيك عندكم تغطيوه به، وديروا عليه منديل وتخليه واحد 15 حتى 30 دقيقه يرتاح. قد ما ارتاح قد ما كيجينا مزيان، صافي ان شاء الله ديك الساعه وغادي نخدموا به. صافي انا كيف كتشوفوا هنايا غطيتها، ان شاء الله دابا غادي نحطها باش ترتاح. تقدروا اللي بقى اللي ما بغاهاش تخليها باش ترتاح بحال هكا، تقدروا ديروها ترتاح قبل، يعني فاش يلاه كتعجنوها تخليوها ترتاح واحد 30 دقيقه 15 دقيقه هكا وتخدموا بها مباشره. الا بغيتوا حتى تكوروها بحال هكا عاد تحطوها شويه باش ترتاح، قد ما ارتاحت قد ما كتجينا مزيانه وكتطلق معنا في الخدمه ديالتها. ان شاء الله غادي نخليها ترتاح ونرجع لكم ان شاء الله من بعد. وكيف كتشوفوا معايا هنا من بعد ما ارتاحت عندي العجينه، ها هي ولات مطلوقه مزيان. انا خديتها خديت شويه ديال الدقيق الابيض، صافي غادي نقرصها هكا بالمدلك، نحاول نرققها مزيان. نقرصها في الطول ونقلبها عاوتاني للعرض ديالها، ونقلبها عاوتاني. صافي نقرق على هذا الشكل، هذا تجينا رقيقه باش تجيني زوينه في الطياب ديالها، ما تجيناش غليظه بحال شكل الخبز.
تشوفوا هي رقيقه مزيان، وغنزيد مازال نرققها شويه. صافي انا قرصتها على حسب القياس اللي عندي فيه المقله اللي غادي نطيبها فيها ان شاء الله. غادي نحط هذه على جنب وغادي عاود ندير واحده اخرى، نحاول نسرح بثلاثه بثلاثه او اربعه. الا كان عندكم شي حد اللي غادي يطيب لكم تقدروا انتم تقرصوا وهو غادي يطيب لكم، ما كانش تقدري دير ثلاثه اربعه مطلوقين هكا وتحطيهم على جنب وعاد باش تبداي طيبي بشويه بشويه. صافي كنستمروا على الطريقه، انا غادي نقرصهم ان شاء الله وغادي ندوز معكم باش ان شاء الله غادي نطيبوه. وكيف كتشوفوا هنا البنات انا سخنت المقله من قبل. صافي غادي نلوح عليها دابا هذا الخبز ديالنا. العافيه كتكون ما مجهداش وما ناقصاش، كتكون بين وبين. وغادي نبقاو هكا ندوروها، كنبقاو ندوروها ما كنخليوهاش حتى دير لنا داك الفقاعات من الداخل. صافي بارك عليها هكا كنسالي منها، كنديروها هكا فشي طبسيل وكنغطيوها بشي منديل يكون نقي، ونحاولوا نغطيوها عاود بشي حاجه من الفوق باش تجي باش تسخن لينا وتبقى ديك العجينه كتعرق. نعاود معكم وحده اخرى ان شاء الله. ما كيشدش لينا وقت كبير في الطياب، يعني الطياب ديالو بالزربه كي بالزربه كيطيب ما كيشدش لنا وقت كثير، ساهل في الصراحه. صافي كيف كتشوفوا نبقاو بالزربه نقلبوه ما نخليوش هكا يتنفخ لينا. وفي التقراص البنات ما نديروش ليه بزاف ديال الدقيق باش ما يجيناش عاود ناشف بزاف. صافي غادي نستمر ان شاء الله على هذه الطريقه هذه ونوريكم ان شاء الله في الاخر كيفاش جاوني كامل. كتشوفوا هنا البنات هذا هو الخبز ديال التورتيلا اللي وجدنا اليوم. كيف كتشوفوا الصراحه ها انتم راه ما كيتهرش، كيجي زوين ها انتم كيفاش كيجي، ما كيتهرس ما حتى حاجه، تقدري تلويه على الطريقه اللي بغيتي كيف قلت لكم. ها انتم كيجي مزيان في اي طريقه، في اي حاجه تبغي تلويه تلويه. تقدري ديري به اي ساندويتش بغيتي، اولا ديري به طاكو سميت، ديري به شاورما، ديري به اللي بغيتي. يعني صراحه كيجي زوين كيف كتشوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وانكم ان شاء الله تجربوا هذا الخبيز. هذا راه كيجي الصراحه ساهل، راه ماشي صعيب في التصاويب ديالو، وجي كيجي ناجح من اول تجربه. يعني ماشي غتحيلوا فيه ولا غادي تبقاو واحين معاه، او بالاخص ان الحاجه كيف كتعرفوا ديال الدار كتجي احسن ديال الزنقه، والحاجه ديال الدار كتشوفوا انها كتجي نقيه وكتعرفوا اشنو درتوا فيها من الاحسن صراحه. بغيتكم ان شاء الله تجربوا كيف قلت لكم. وكيف كنقول لكم اللي ما اشتركش في القناه مرحبا والف مرحبا، وشكرا على الحباب ديالي اللي كيديروا لي ديما تعاليق، ديما كيخليوا لي لي لايك في الفيديوهات ديالي وكيدخلوا يشوفوا لي الفيديوهات. كنشكركم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده باذن الله.